الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحباء المشاهدين والمتابعين، هنا ستنطلق مباراة نادي أم صلال ونادي الشمال في آخر المباريات في بطولة دوري النجوم، دوري نجوم الكيو أم بي، على أمل أن يواصل إبداعات نادي أم صلال في لقاء اليوم. بينما في الجهة المقابلة الفريق الذي دائما ما كان يبدع في المستطيل الأخضر يحاول أن يبرهن أن إبداعاته في المستطيل الأخضر كفيلة لأن يحصل على 3 نقاط في مواجهة صعبة، مواجهة صعبة لهشام زاهد الحضور وتولي تدريب الفريق في الآونة الأخيرة. قبل 10 أيام تولى تدريب فريق نادي الشمال، يريد أن يحصل على أول 3 نقاط له مدرب نادي الشمال الجديد هشام زاهد. بينما في الجهة المقابلة وسام رزق الذي يقدم المستويات الرائعة، سواء تولي تدريبا لنادي الإخلاطيات في أولى مسيرته، في أول مسيرة له كانت مع نادي الإخلاطيات وبعدها نادي قطر وبعدها عاد لنادي الإخلاطيات، والآن مع نادي أم صلال يقدم مستويات رائعة. نادي أم صلال يقدم مستويات رائعة مع وسام رزق. تشكيلة الفريقين حضور كامل لنادي أم صلال، بينما هناك غيابات لنادي الشمال ممكن أن يؤثر على مستوى نادي الشمال، ممكن أن يؤثر على مستوى نادي الشمال. أم صلال الذي يريد أن يكون في المربع الذهبي في المباريات القادمة، ولكن نادي الشمال في الجهة المقابلة يريد أن يبتعد أكثر فأكثر بعد التعادل الأخير نادي الخور ونادي السيلية، التعادل في آخر دقائق المباراة بين الخور والسيلية. لذلك نادي الشمال يريد الحصول على 3 نقاط ستكون مهمة تبعد أكثر فأكثر عن الـ5 جولات المتبقية. بينما السد الزعيم الذي يغرد وحيدا بعد الانتصار برباعية مقابل 2 على نادي العربي في مباراة الأمس، نادي السد عنده مباريات 4 مباريات أو 3 مباريات مؤجلة، 3 مباريات مؤجلة متبقية لنادي السد في الجولات القادمة. بينما هذه الجولة رقم 16، الجولة رقم 16 والصراع الأقوى هو على الدخول إلى المربع الذهبي، بينما نادي الوكرة الذي كان هو الكابوس الأكبر لطوفان نادي تحيل في هذا الموسم، نادي الوكرة اللي فاز ذهابا برباعية مقابل 1 على نادي تحيل في المباراة المؤجلة وانتصر إيابا بالأمس برباعية نظيفة ليبرهن ويؤكد أنه أسوأ كابوس لنادي تحيل في هذا الموسم. بينما نادي أم صلال وسام رزق وهشام زاهد والكاميرا التي تتجه لمدربين الفريقين على من يستطيع الحصول على 3 نقاط ستكون مهمة جدا لنادي أم صلال أو حتى نادي الشمال. أم صلال والشمال كلاهما يريدون 3 نقاط، ولكن كل يغني على ليلى، كل لديه سبب آخر مختلف عن الآخر. أم صلال اللي يبغي يواصل إبداعاته للوصول إلى المربع الذهبي، بينما في الجهة المقابلة نادي الشمال كما ذكرت يريد البقاء في دوري الأضواء. لذلك أيمن عبد النور، ماجد محمد، كابيتانو هنا كابيتانو هناك، من يمتلك الأفضلية في مباراة اليوم؟ رقميا أم صلال، واقعيا أم صلال، ولكن الأكيد أن لا تخلو من الأهداف، هذه المواجهة لا تخلو من الأهداف. عندما يتواجه نادي أم صلال مع نادي الشمال في بطولة الدوري 11 مواجهة كانت مليئة بالأهداف، كانت مليئة بالأهداف، حتى التعادلات اللي كانت حاضرة بين نادي أم صلال ونادي الشمال كان حاضر فيها هدف أو 2 على أقل تقدير. في 11 مواجهة انتصر نادي أم صلال في 5 مرات وانتصر نادي الشمال في 1 مرة وتعادل في 5 مواجهات، كل المباريات كان فيها أهداف. والله ممكن على حظنا هذه المباراة تكون هي الأولى السلبية، ممكن، ولكن الأكيد بواقعية الأرقام ما قبل هذه المباراة أن المباراة فيها أهداف. هنا تنطلق صافرة حك المباراة خالد عبد الله نابت لابتداء هذه المباراة، كرة بتلعب الآن من البدايات. تشكيلة الفريقين في حراسة مرمى نادي الشمال، مروان شريف، بدر الدين في حراسة المرمى، عبد العزيز، خالد متولي، جيرمي دينويجر، خليفة سعد، معاذ يحيى السالمي، علي إياد، محمد أحمد الجابري، محمد سيد عبد المطلب، ماجد محمد، ياسين يعقوب، وناصر إبراهيم النصر. هذه تشكيلة نادي الشمال. بينما تشكيلة نادي أم صلال في حراسة المرمى خليفة أبو بكر، عمر يحيى، إسماعيل دهقاني، عبد الرحمن أبكر، موزاس أوركوما، عادل علوي، أيمن حسين غضبان، إيزيل بربوسا، ياسين لبخيت، أيمن عبد النور، وعبد الرحمن فايز الرشيدي. هذه تشكيلة
نادي أم صلال. دخول نادي أم صلال بنفس تشكيلة المباراة السابقة. نفس تشكيلة المباراة السابقة انتصر من خلالها نادي أم صلال بثلاثية مقابل هدف على نادي الغرافة. انتصار كان مهم، مشوار كان صعب جدا في المباريات القليلة السابقة لنادي أم صلال. واجه نادي تحيل، واجه نادي العربي، واجه نادي الريان، والخسارة من نادي الأهلي، التعادل مع نادي الخور، والانتصار أمام نادي الغرافة. يعني خرج من أربع مباريات صعبة اللي هي الغرافة، تحيل، العربي، الريان بانتصارات بانتصارات. هذا يعني العمل اللي قاعد يقوم فيه وسام رزق عمل كبير جدا منذ تولي تدريب نادي أم صلال. للأمانة دائما ما كان هذا الاسم من الأسماء اللي تقدم الأرقام الإيجابية، والرتم يعلى عند اللعيبة، المعنويات تعلى عند اللعيبة. شنو الخلطة السرية اللي حط لها وسام؟ شنو الخلطة السرية اللي حط لها وسام؟ كرة بتعود ولكن بالطول الكرة الماضية اللي تعود الكرة من جديد لنادي أم صلال. انتصار في مباراة اليوم مهم جدا لنادي أم صلال، مكافأة لوسام رزق وللاعبين على ما فعلوا في الجولات القليلة السابقة. ولكن آخر ثلاث مباريات كان في تعادل وخسارة وانتصار لنادي أم صلال. تعادل وخسارة وانتصار، ولكن يريد أن يواصل الانتصار بعد الانتصار في الجولة السابقة أمام نادي الغرافة. الكرة بتلعب في وسط الميدان، بربوسة من يقدم المستويات الرائعة، أيمن حسين من يستغل أنصاف الفرص، ياسين البخيت العلامة الفارقة في نادي أم صلال. بينما في الجهة المقابلة أمجد عطوان غايب، بهاء فيصل غايب، جيسون ميدنا اسكوبار غايب. الشمال ممكن يعاني بغياب محترفينا، ولكن الكرة بتلعب الآن على اليمين، ياسين، ياسين، كرة بتصل لأيمن، ولكن طالت الكرة الماضية. الكرة لا زالت خطيرة لنادي أم صلال، تسديدة ولكن كرة اتصلت في الدفاع لتعود الكرة إلى ركلة ركنية في الكرة الماضية. خليفة سعد عرباوي سابقا لاعب نادي الشمال الحالي، كرة بتعود إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لنادي أم الصال. كما ذكرت وسام صاحب الأربعين عام يقدم مستويات رائعة، بينما في الجهة المقابلة هشام زاهد يريد الحصول على ثلاث نقاط أولى. تعادل أمام نادي قطر، الخسارة أمام نادي السد بخماسية مقابل هدف. كرة بتعود من ركلة ركنية الآن لصقوري برزان. نادي أم الصلاة الذي يبحث عن أول الأهداف في الدقائق الأولى على أمل استغلال الكرات الثابتة. الرؤوس حاضرة هنا بانتظار الرؤوس. كرة تلعب، يا الله، أيمن، أيمن عبد النور يسجل الهدف الأول. الكابيتانو يبشر المحبين بأن نادي أم الصلاة حاضر لأن يحصل على ثلاث نقاط ثانية، ثلاث نقاط مهمة جدا لأيمن عبد النور والرفاق برأسية رائعة. كما ذكرت الرؤوس حاضرة لصقوري برزان لأن يسجل. عرضية كانت رائعة، كرة بتلعب بطريقة مميزة، هراسية أيمن عبد النور يسجل التونسي ليسجل أول أهداف في المباراة، ليسجل أول أهداف في المباراة. نصر أحد نسور قرطاج يسجل برأسية رائعة. كان يعاني نصر قرطاج في بطولة أفريقيا، ولكن يحلق التونسي الرائع الكابيتانو أحد أفضل الأسماء المتواجدة في تشكيلة صقوري برزان، يسجل ويفتتح التسجيل. نعم يا وسام، نعم يا وسام، ما تقدم أمر خيالي، ما تقدم أمر رائع جدا في دكة بدلاء نادي أم صلال، في قيادة تدريب نادي أم صلال. العلامة الفارقة في الآونة الأخيرة كمدرب مواطن يقدم مستوى رائع. يونس علي أيضا هو الآخر يقدم مستوى رائع. كرة بتعود الآن لنادي الشمال، ممكن رتم المباراة الآن يعلى، ممكن رتم المباراة الآن يعلى، ولكن الشمال يعاين الأضرار سواء بغياب الأسلحة اللي ممكن كان ممكن يعتمد عليها في مباراة اليوم، أو حتى الأسماء المتواجدة بعد الهدف الذي سجل الآن، الهدف الذي سجل في مرمى في الدقيقة الرابعة أو الدقيقة الخامسة سجل أيمن عبد النور. خلنا نقول في الدقيقة الخامسة افتتح التسجيل نادي أم صلال 1-0 من ركلة ركنية. كرة بتعود الآن، أيمن عبد النور هو من افتتح التسجيل. كرة بتعود مرة أخرى في سقوط، حكم المباراة يقول ما في شيء، الكرة بتلعب الأمام، ولكن طالت الكرة الماضية، طالت الكرة الماضية عندما يفتتح التسجيل نادي أم صلال في الدقيقة الرابعة من ركلة ركنية. هل يستطيع العودة الآن نادي الشمال من البدايات؟ هل تكون الدقائق في بداية شوط المباراة الأول واللقاء؟ أسرع أسرع أسرع،
هي الدقائق التي ممكن أن نشاهد من خلالها الأهداف. كرة بتعود خليفة سعد، شوف الضغط على حامل الكرة بمجرد محاولة الدخول إلى منطقة أو نصف ملعب نادي أم صلال. شوف التكتيك، ثلاث مدافعين، سياسة وسام رزق في مباراة اليوم، أصلا هي السياسة اللي يعتمد عليها وسام رزق في الآونة الأخيرة. كرة بتعود، خلينا نقول نادي أم صلال بالصفوف الكاملة، نعم يمتلك الأفضلية، نعم ما يقدمه في الآونة الأخيرة ما يشفع للحصول على ثلاث نقاط، ولكن هذا لا يعني أن نادي الشمال ممكن يسلم المباراة. كرة بتعود الآن، محاولة على اليمين خطيرة لخليفة، طالت لا عن النصر، طالت على ناصر إبراهيم النصر في الكرة الماضية، أحد الأسماء اللي تقدم مستويات رائعة، تقدم مستويات رائعة، هو وأخوه حتى سعود النصر في نادي الوكرة يقدم مستويات رائعة جدا. نادي الوكرة اللي يفاجئ الجميع. شوف الفريق، تقول حق أي مشجع أو أي متابع يتابع دوري نجوم الكيانبي يقول لك الفريقين اللي عاجبيني في هالموسم يقول لكم مصرال والوكرة. الشغل اللي قاعد يصير في نادي الوكرة نادي أم صلال أمر جميل جدا، أمر جميل جدا. العرباوي كان في البدايات رائع، ولكن ممكن بطولة أفريقيا أثرت، ممكن بعد بطولة كأس العرب تأثر نادي العربي سلبا بعد هذا التوقف. كرة فيها خطأ لماجد محمد، خطأ على أوركوما في الكرة الماضية اللي تعود الكرة لكرة ثابتة. خطأ لصالح نادي الشمال على أمل أن يستغل الكرة الثابتة كما فعل نادي أم الصال في الكرة الماضية في الهدف الأول. ناصر إبراهيم النصر، الأسلحة اللي ممكن يعتمد عليها نادي الشمال، ولكن الكرة بتصطد في ياسين، كرة بتعود الأيمن، لا صافرة تحكم المباراة على إعادة تنفيذ الكرة الثابتة. ليش؟ لأن ياسين البخيت تقدم عن المساحة أو المسافة القانونية اللي يمتلكها. ياسين البخيت تقدم عن المسافة القانونية اللي كان ممكن يتركها بينه وبين منفذ الكرة الثابتة. شوف هنا الإعادة، كرة بتلعب الأمام، ناصر يلعب كرة عالية ولكن التغطية حاضرة، كرة بتعود يزيل بربوسة، يحاول يزيل ولكن عبد العزيز متولي، العودة إلى الخلف من عبد العزيز متولي في الكرة الماضية. كرة بتعود إلى حارس المرمى مروان شريف، 1-0 من البدايات. هل يتجه نادي أم الصلال للانتصار السادس في تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة الدوري، أم يذهب نادي الشمال بقلب الطاولة ليصل إلى الانتصار الثاني في تاريخ مواجهات الفريقين في إطار بطولة دوري النجوم. كرة بتعود الآن، محاولة ولكن الأرقام التاريخية لا زالت لا تكذب الخبر أن مباراة الشمال وأم الصلال لا تخلو من الأهداف. كرة بتعود محمد عبد المطلب في الكرة الماضية، يحصل على ركلة ركنية في الكرة الماضية، تغطية كانت حاضرة من اللاعب موزس أركوما صاحب 27 عام النيجيري، يبعد الكرة الماضية، قادم من الدوري التركي موزس أركوما صاحب 27 عام. بينما الكرة بتعود إلى ركلة ركنية لصالح نادي الشمال، هل يرد نادي الشمال بنفس السلاح اللي استخدمه نادي أم صلال؟ الكرة بتلعب الآن عالية خطيرة ولكن أوركوما يبعد لتعود الكرة للبرازيلي، البرازيلي يبحث فيها خطأ، فيها خطأ في الكرة الماضية، نعم فيها خطأ في الكرة الماضية. أوه بطاقة صفراء من البداية على اللاعب معاذ يحيى السالمي، يحصل على بطاقة صفراء في الكرة الماضية. تدخل متهور نوعا ما من معاذ يحيى، ولكن بطاقة صفراء بدري يا معاذ. كرة بتعود إلى خطأ لصالح نادي أم صلال في وسط الميدان، محاولة الضغط الآن من قبل لاعبي نادي الشمال، ولكن هذا الضغط ممكن سلاح ذو حدين. دائما ما أذكر أن الضغط العالي هو سلاح ذو حدين. الأمر الإيجابي من الضغط العالي هو أن لا تترك المساحة ولا الفكر ولا الأريحية بمحاولة بناء الهجمة للفريق الخصم، ولكن الأمر السلبي هو
إرهاق اللاعبين بتوقيت بدري، ترك المساحات إذا لم تكن أو لم يكن الضغط بالشكل المطلوب، لذلك لازم يكون هو قادر على أن يضغط هذا الضغط إذا ما أراد أن يكون أو أن يستغل هذا الضغط بطريقة إيجابية. كرة بتعود، محاولة أيمن عبد النور رأسية ولكن كرة إلى خارج أرضية الميدان إلى رمية التماس. سام رزق كما ذكرت صاحب الأربعين عام، لاعب منتخبنا الوطني السابق، أحد أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الوطني، 111 مباراة مع العنابي. كرة تلعب الآن خطيرة 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 داخل منطقة الجزاء، ياسين ولكن التدخل كان رائعا، التدخل كان رائعا من عبد العزيز متولي في الكرة الماضية، عبد العزيز متولي والتدخل كان رائع، ولكن حكم المباراة يقول لك انطر انطر يمكن فيها فار، ولكن الاعتراض من ياسين لبخيت في الكرة الماضية. شوف ياسين طولها، ياسين تأخر، ياسين تأخر، ياسين شعر بالأمان، شعر بالأمان انه بروحه، ولكن لا لا لا، تدخل سليم، تدخل سليم في الكرة الماضية، تدخل حتى ياسين ما طالب بوجود ركلة جزاء، كان يطالب بوجود ركلة ركنية في الكرة الماضية، ولكن عبد العزيز متولي والإنقاذ الرائع في الكرة الماضية، والإنقاذ الرائع في الكرة الماضية. كما ذكرت وسام رزق 111 مباراة مع الأدعم ولعب 265 مباراة مع أندية الدوري القطري، لعب مع نادي قطر بداية، بعدها نادي السد، بعدها ذهب إلى نادي الخور، بعدها عاد إلى نادي السد، وأخيرا اختتم مسيرته مع نادي الجيش، ولكن كانت أكثر مبارياته مع نادي السد 105 مباريات، 105 مباريات سجل من خلالها 16 هدف. وسام رزق عندما كان لاعبا، بينما سقوط أحد اللاعبين عبد العزيز متولي يسقط على أرضية الميدان إن شاء الله سلامات، بينما كمدرب ابتدى مسيرته مع نادي الإخراطيات. وسام رزق شوفون الإعادة، أوه 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 أوه. يعني الاصطدام مو مع أي لاعب، عبد العزيز متولي دخل في أيمن حسين، أيمن غضبان هو من اصطدم بعبد العزيز متولي، لذلك بسم الله ما شاء الله يمتلك من البنية الجسمانية التي ممكن أن تؤذي بهذا الاصطدام، ممكن أن يؤذي أو أن يشعر بالألم. شوف هنا الإعادة للهدف لي أيمن عبد النور في الكرة الماضية برأسية رائعة، التمركز رائع، التنفيذ كان رائع، الخبرة الكبيرة التي يمتلكها أيمن عبد النور بالمشاركة في الدوري الإسباني مع نادي فالنسيا، بالمشاركة مع موناكو الفرنسي، بالدوري التونسي، الآن مع أيضا منتخب تونس، الآن مع نادي أم صلال يقدم مستويات رائعة، على أمل أن يصل إلى المربع الذهبي. الصراع الأكبر كما ذكرت هو على المربع الذهبي، لأن الصدارة أصبحت خلاص محسومة بعد الخسارة أمس، هي قبل الخسارة كانت شبه محسومة، والخسارة أمس بالنتيجة الكبيرة أمام النواخذة، نادي تحيل خلاص يرفع الراية البيضاء، يرفع الراية البيضاء للزعيم السداوي. كرة بتلعب الآن إلا إذا جد جديد، أحد معجزات كرة القدم ممكن أن تحدث إذا ما أراد نادي تحيل، لأنه خلاص صار الاعتماد على نادي السد، الموضوع كله عن نادي السد، هل ينهي الدوري أما يزيد حلاوة وإثارة في الجولات الأخيرة. كرة بتلعب تسديدة ولكن هزت الشباك الخارجية، هزت الشباك الخارجية في الكرة الماضية خليفة أبو بكر. شوف الإعادة للتسديدة في الكرة الماضية، محاولة كانت رائعة من علي إياد، علي علوان، والتسديدة في الكرة الماضية لتعود الكرة إلى ضربة مرمى لنادي أم صلال، محاولة كانت رائعة من علي علوان، أول محاولات نادي الشمال، بينما كرة بتعود مرة أخرى في وسط الميدان، إيزيل بربوسة صاحب 33 عام إلى ياسين، إيزيل مرة أخرى على أعتاب منطقة الجزاء، مرور بطريقة رائعة، تسديدة ولكن مرت على يسار الحارس لتعود الكرة إلى ضربة مرمى، تسديدة ومحاولة من إيزيل بربوسة في الكرة الماضية ولكن مرت
على يسار الحارس لتعود الكرة إلى ضربة مرمى. شوف الضغط، شوف الضغط، شوف الضغط والأخطاء التي ممكن أن تقع من قبل لاعبي نادي الشمال. أيمن يلعب كرة في وسط الميدان، كرة بتعود الآن خطيرة. ياسين، 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 ياسين لبخيت، لا زال يحافظ على الكرة. ياسين يبحث عن أيمن، أيمن في منتصف الملعب، محاولة الآن ولكن التغطية حاضرة، التغطية حاضرة في الكرة الماضية، محاولة الآن ولكن طالت الكرة الماضية، طالت الكرة على اللاعب علي علوان. كرة بتعود من جديد من رمية التماس. خليفة الساد يلعب كرة ولكن كرة بتعود إلى خليفة أبو بكر. إلى الآن نادي أم الصلال يسير بالطريق المناسب للوصول إلى ثلاث نقاط. إلى الآن نادي أم صلال في الطريق السليم للوصول إلى الثلاث نقاط. كرة بتعود الآن على اليسار، محاولة عمر يحيى، ياسين البخيت، أيمن عبد النور، تناقل كرات من قبل لاعبي نادي أم صلال. إيزيل بربوسة، أوركوم العودة إلى الخلف. واثق نادي أم صلال، واثق نادي أم صلال، مرتاح بعد الهدف اللي جاء بدري، هدف أتى بتوقيت بدري جدا، مبكر جدا الهدف اللي أتى لصالح نادي أم الصلال، لذلك أعطى الأريحية نوعا ما لنادي أم الصلال في الدقائق القادمة، في الدقائق التي لعبت. كرة تلعب الآن إلى الأمام، أيمن حسين على اليمين، أيمن هل يمر؟ أيمن، 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 ولكن التغطية حاضرة، التغطية حاضرة من ياسين يعقوب في الكرة الماضية، يحصل على خطأ ياسين يعقوب في الكرة الماضية من أمام أيمن غضبان. كرة بتعود مرة أخرى، أيمن حسين صاحب الخمسة وعشرين عام، قادم من نادي القوة الجوية العراقي. كرة بتلعب الآن، إيزيل بربوسة لياسين البخيت، واحد على واحد راح يمر، واحد على واحد راح يمر. ياسين، 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 ياسين مر ياسين، ولكن طالت على ياسين، طالت على ياسين في الكرة الماضية. خطير ياسين واحد على واحد، خطير ياسين واحد على واحد، لذلك شوف المساندة من 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 المدافع أو خط الوسط في الكرة الماضية. لا، خليفة سعد أتى ليغطي، أتى ليساعد في الكرة الماضية، لأنه يعلم جيدا أن ياسين البخيت لا يترك واحد على واحد، لذلك أتت المساندة، طالت الكرة على ياسين لتعود الكرة إلى ضربة مرمى لصالح نادي الشمال. كرة بتعود على اليمين، خليفة سعد، ياسين يعقوب، عودة إلى مروان شريف، كرة بتعود لصالح نادي الشمال. العودة مرة أخرى، خطوط منضبطة من قبل لاعبي نادي أم صلال بالطريقة الرائعة والمناسبة لكي لا يعطي الفرصة للتفكير حتى في محاولة بناء الهجمة من قبل نادي الشمال. كرة بتعود مرة أخرى، محاولة الآن، تمريرات طويلة أرضية سريعة لمحاولة قطع الخطوط المنضبطة من قبل لاعبي نادي أم صلال، هي أحد محاولات نادي الشمال في شوط المباراة الأول، ولكن إلى الآن محاولة واحدة مرت على يمين حارس مرمى نادي أم صلال خليفة أبو بكر، محاولة فقيرة كانت من نادي الشمال. كرة بتعود أيمن، 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 واحد على واحد، هو مو من نوعية اللاعبين اللي ممكن يمرون، مش من اللاعب المهاريين، لذلك ممكن يواجه صعوبة واحد على واحد. فمحاولة التمرير في الكرة الماضية، الاعتماد على هات وخذ في الكرة الماضية. كرة بتعود، طالت على إيزيل، طالت على إيزيل بربوسة في الكرة الماضية، صاحب 33 عام. شوف عدم الرضا من وسام في الكرة الماضية، معليش. كرة بتعود مرة أخرى لصالح نادي الشمال، محاولة لا زال اشوف دائما ما كانت عندما تكون الكرة بين اقدام لاعبي نادي الشمال تكون عن خط الدفاع، يواجه صعوبة نادي الشمال في اخراج الكرة من مناطقها. لذلك الى الان نادي ام الصلال كما ذكرت يسير بالطريق السليم وبالطريقة الانسب للوصول الى ثلاث نقاط، ولكن كل شيء ممكن ان يتغير.
في الدقائق القادمة في شوط المباراة الثاني. الكرة بتعود الآن أيمن يحاول أيمن، هو المشاكسات اللي ممكن يسويها أيمن لخط دفاع نادي الشمال. الكرة بتعود إلى حارس المرمى. إلى الآن الأمور طيبة، إلى الآن الأمور طيبة في خط دفاع نادي الشمال، ولكن استقبل هدف بدري، هدف بدري خربط الحسابات، لخبط الحسابات لنادي الشمال. كرة بتعود مرة أخرى، محاولة لكن بتعود الكرة من جديد. دائما ما اعتدنا أن نادي الشمال يجب أن يسجل، نادي الشمال يجب أن يسجل. في آخر خمس مباريات سجل، في كل مباراة لا سجل على أقل تقدير هدف. في المباراة السابقة خسر 5-1 من نادي السد، المباراة اللي قبلها تعادل أمام نادي قطر بهدف لهدف، المباراة اللي قبلها انتصار بهدفين مقابل لا شيء على نادي السيلية، المباراة اللي قبلها 3-2 أمام نادي الغرافة خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. هذه آخر خمس مباريات، والمباراة الخامسة الخسارة أمام نادي الريان بهدفين مقابل هدف. دائما ما اعتدنا أن نادي الشمال يسجل، نادي الشمال يلعب، نادي الشمال يحاول، نادي الشمال يقاتل في أرضية الميدان حتى في ظل الخسارة. لذلك نادي الشمال اعتدنا أن يسجل في أرضية الميدان في 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 المباراة، لذلك ممكن أن يأتي هدف، ولكن الغيابات اللي موجودة في صفوف نادي الشمال ممكن تؤثر، ممكن تؤثر انضباط نادي أم صلال، ممكن يؤثر على هذا الموضوع أو هذا الأمر، ممكن أن يكون صعب في مباراة اليوم، لأن نادي أم صلال للأمانة إلى الآن بالعلامة الكاملة. أو خطأ أيمن حسين غضبان، ولكن مروان شريف يتصدى للكرة الماضية. أيمن حسين لم يكن غضبانا في الكرة الماضية. كرة بتعود ياسين البحث، يا أيمن وكأنه يأبى أن يسجل في مرمى الشمال. سقوط، إن شاء الله سلامات، ولكن مرت الكرة الماضية. عرضية كانت بالملي من ياسين في الكرة الماضية، ولكن لم يستغلها بشكل مطلوب أيمن. كرة بتعود، محاولة لا زالت خطيرة لصالح نادي أم صلال. عمر يحيى يحصل على ركلة ركنية أو ضربة مرمى. لا والله، لكن المباراة يشير على أنها ركلة ركنية. شوف هشام زاهد يطالب اللاعبين بالهدوء بشكل أكبر، خصوصا في هذا التوقيت وفي هذا الأمر عندما يكون الضغط، إخراج الكرة يبي له هدوء. طول ما أنت متوتر ما راح تطلع كرة صح، لذلك يطالب المدرب اللاعبين بالهدوء، إخراج الكرة بالطريقة المناسبة، لأن الركلات الركنية صعبة على نادي الشمال. نادي أم صلال يمتلك رأسيات ما تشفع له لأن يسجل في كل مرة. حكى المباراة والحديث بشكل أكبر على عدم التلاحم في داخل منطقة الجزاء أثناء التنفيذ. كرة بتلعب الآن ركلة ركنية لصالح نادي أم صلال، خطيرة عالية، ولكن إبعاد هالمرة، إبعاد من قبل دفاع نادي الشمال. كرة بتعود من جديد، محاولة الآن لصالح نادي أم صلال. كرة بتصل من أركومة على اليمين الرشيدي، ممكن تأتي العرضية. لا والله إيزيل والعرضية لأيمن عبد النور بالرأس إلى أيمن حسين داخل منطقة الجزاء، يبحث أيمن، لازال يحافظ أيمن، غضبان يسجل في المرة الثالثة ليتقدم نادي أم صلال بهدفين مقابل لا شيء. أيمن حسين دائما ما كان يبصم في المباريات القليلة السابقة ليثبت ويبرهن أنه أحد أفضل المهاجمين المتواجدين في بطولة دوري نجوم كيو أم بي. شوف الإعادة رأسية أيمن عبد النور، أسست أم ماذا، ولكن في لمسة يد، ولكن أيمن لم يتجه للفار، كان هو الفار في الكرة الماضية، وكان هو العادل في الكرة الماضية لأن يسجل هدف العاشر في بطولة الدوري. هي السارية عراقية أتي من كركوك لأن تسجل في مرمى نادي الشمال هنا في استاد سحيم بن حمد. 2-0. أيمن حسين هل يفتك لقب السفاح؟ سفاحنا راح،
سفاحنا السابق اللي أيضا هو الآخر من كركوك اعتزل كرة القدم لأن يترك إرثا كبيرا للمهاجم العراقي القادم إلى دورينا. أيمن غضبان هل هو الاسم المناسب؟ البعض يتفق والآخر يعترض، ولكن الأرقام هي من تؤيد، الأرقام هي من تبصم على أن أيمن غضبان إلى الآن يقدم مستويات رائعة في دوري نجوم كيو أم بي. ولكن يجب أخذ الأمر بعين الاعتبار والصعود تدريجيا. أيمن يعاني من إصابة اللقطة اللي قبل الهدف ومع ذلك سجل. بسم الله ما شاء الله، استغلال الفرص بطريقة رائعة. كرة بتعود الآن إلى في سقوط، في سقوط على أرضية الميدان، في سقوط على أرضية الميدان. إن شاء الله سلامات، إن شاء الله سلامات. يا ساتر يا ساتر، سقوط على أرضية الميدان من أحد اللاعبين. شوف اللي عاد لي الكرة الماضية، التحام. يا الله، سلامات للاعب عبد الرحمن الرشيدي، ساقط على أرضية الميدان. لاعب سجل في المباراة السابقة أمام فريق السابق نادي الغرافة ولم يحتفل. سلامات سلامات، ولكن في الجهة المقابلة توتر بعض الشيء بعد سقوط عبد الرحمن الرشيدي. ولكن كما ذكرت الشمال إلى الآن لم يسجل، اقتربنا من انتهاء نصف ساعة أولى من شوط المباراة الأول ونادي الشمال إلى الآن لم يسجل. ولكن كما ذكرت اعتدنا في آخر المباريات نادي الشمال دائما ما كان يضع بصمته في التسجيل في مرمى الفريق حتى وإن كان خاسرا. آخر خمس مباريات تعادل وحيد وانتصار وحيد وثلاث خسائر من نادي الشمال، بينما الحديث الآن من حكم اللقاء خالد عبد الله نابت مع محمد عبد المطلب وياسين البخيت. بطاقة صفراء هنا وبطاقة صفراء هنا، خلاص خلاص انهي الموضوع. بينما السقوط نتمنى أن يكون سليما وبسيطا على عبد الرحمن الرشيدي اللي قدم مستويات رائعة في الأونة الأخيرة. يعني أنا أسمي هذه بطاقة صفراء مجانية، عندما لا يكون تدخل أو أن إيقاف لهجمة. لاعب عبد الرحمن الرشيدي ساقط على أرضية الميدان، التوتر والحديث الجانبي ما له داعي في أرضية الميدان، لذلك أنا أشوفها بطاقة صفراء مجانية. ممكن تقول هي بطاقة صفراء عادية، لا، أمجد عطوان غاب عن مباراة اليوم بسبب تراكم البطاقات، لذلك بطاقة على بطاقة ممكن أن تؤثر. ولكن الأمر الأهم في اللقطة الماضية هي عودة عبد الرحمن الرشيدي، قادر على المواصلة ولله الحمد. قام بالسلامة عبد الرحمن السمي، قام المبدع، بإمكان المواصلة. كرة بتعود إلى أيمن حسين، يطالب بوجود خطأ، حكى المباراة يقول ما فيها شيء، اللي تعود الكرة مرة أخرى لصالح نادي الشمال. كرة بتلعب على اليسار ولكن تغطية حاضرة في الكرة الماضية. كرة بتعود من جديد في وسط الميدان، محاولة ناصر النصر، كرة على اليسار، عبد العزيز متولي، العودة إلى الخلف. كرة بتصل إلى خليفة ساد، خليفة مرة أخرى يلعب كرة للأمام للاعب علي علوان، محاولة المرور من علي علوان، يلعب كرة تصل، لا زالت الكرة لصالح نادي الشمال الذي يبحث عن هدف تقليص الفارق. كرة بتلعب تسديدة من عبد العزيز متولي ولكن مرت على الخشبات الثلاث في الكرة الماضية، لتعود الكرة إلى ضربة مرمى. هذه أم صلال تحت قيادة المدرب وسام رزق، هي أفضل فترات نادي أم صلال في السنوات القليلة السابقة. صلال أنهى موسم 2018-2019 في المركز التاسع، في موسم 2019-2020 في المركز العاشر، في موسم 2020-2021 في المركز العاشر، الآن هو ينافس على المربع الذهبي. بينما ياسين يعقوب هو من يخرج، ياسين يعقوب هو من يخرج، واللاعب جاسم علي الهاشمي
هو البديل كتغيير اضطراري، كتغيير اضطراري في الكرة الماضية. الكرة بتلعب الآن، هتأخذ بطريقة رائعة أيمن حسين وياسين بخيت، أيمن وياسين في الكرة الماضية، ولكن طالت الكرة الماضية لتعود مرة أخرى إلى رمية التماس لصالح نادي أم الصلال. نصف ساعة أولى خيالية من صقوري برزان، بينما نادي الشمال يعاني الأمرين أمام رغبة وهجوم كاسح من قبل نادي أم الصلال. كرة بتعود ياسين، ياسين المرور، ولكن التغطية حاضرة، الكثرة دائما ما تغلب الشجاعة والموهبة يا ياسين. كرة بتعود الآن لصالح نادي الشمال، ولكن التغطية حاضرة في الكرة الماضية. كرة بتعود أيمن عبد النور، تصل إلى عمر يحيى أو عادل علوي في الكرة. عادل علوي هو من كان يبحث عن الكرة بطريقة رائعة. كرة بتعود من جديد لصالح نادي الشمال. انتقال عبد العزيز متولي إلى الجهة اليمنى، وضم خليفة سعد كمدافع ثالث في تشكيلة نادي الشمال. كرة بتعود مرة أخرى كما شاهدنا في الإحصائيات، نادي الشمال إلى الآن ولا تسديدة على مرمى نادي أم الصلال. تسديدة علي علوان الأولى اللي مرت على يمين خليفة أبو بكر، والتسديدة الثانية كانت من عبد العزيز متولي على الخشبات الثلاث. بينما من ست تسديدات من نادي أم الصلال سدد ثلاثة على المرمى، سجل هدفين. يعني أي وصول وأي تسديدة من نادي أم الصلال ستشكل خطورة، وبنسبة أكثر من 50% سيسجل من خلالها أهداف نادي أم الصلال. لذلك حذاري حذاري يا مروان يا شريف حارس مرمى نادي الشمال. كرة بتعود علي علوان، يمر بطريقة رائعة علي علوان، ممكن يمرر خطير الآن لنادي الشمال، محاولة ولكن التغطية في الكرة الماضية، التغطية من موزس أوركوما في الكرة الماضية. كرة لا زالت لصالح نادي الشمال اللي بدأ يأخذ ثقة أكبر. خلاص الجمل بما حمل الآن، لأن الموضوع أصبح أكثر من الطبيعي، أكثر من الطبيعي، أكثر من السلبي لنادي الشمال، لأن نادي أم الصلال لا زال يسجل، لا زال يحاول. لذلك إذا ترك الموضوع على ما هو عليه سيستقبل أهدافا أكثر في الدقائق القادمة. كرة بتعود الآن كرة بتلعب الأمام الآن، ولكن خليفة أعلى من الجميع. خليفة أبو بكر يلعب كرة إيزيل بربوسا، هجمة عكسية الآن للبرازيلي إيزيل بربوسا، والتمرير الآن لأيمن حسين، أيمن حسين في المكان المناسب. كرة بتعود للرشيدي عبد الرحمن أوركوما، العودة إلى الخلف لأيمن عبد النور. اثنين وثلاثين عام وليس اللاعب الأكبر سنا في الفريق، ولكن هو اللاعب الأكثر خبرة في الفريق، لذلك يستحق شارة القيادة، هو الأحق بشارة القيادة في تشكيلة نادي أم الصلال. كرة بتعود الآن، محاولة مرة أخرى إيزيل بربوسا، الرابط بين خط الدفاع والهجوم إيزيل بربوسا. كرة بتعود عادل علوي، تصل تمريرة رائعة لياسين البخيت، ولكن طالت المرة، مرت الكرة من أمام ياسين البخيت في الكرة الماضية. مطالبة بوجود خطأ، حكى المباراة يقول ما فيها شيء. كرة بتلعب عرضية لأيمن حسين، أيمن حسين يبحث، ولكن التغطية من خليفة سعد في الكرة الماضية. كرة بتعود من جديد لصالح نادي الشمال. جيريمي دي نويجر، جيريمي دي نويجر قادم من الدوري اللتواني، جيريمي دي نويجر وليد هولندا، ولكن يمتلك جنسية كوراساو من أصول هولندية. ضابط إيقاع وارتكاز نادي الشمال في مباراة اليوم. كرة بتلعب الآن
طويلة الكرة على عادل علوي ولكن يستغلها بالطريقة المناسبة ليحصل على ركلة ركنية. يحصل على ركلة ركنية في الكرة المرضية. عادل علوان كرة بتعود إلى ركلة ركنية. ناصر إبراهيم النصر على تنفيذ الركلة الركنية. هل يقلص الفارق نادي الشمال؟ في الدقائق العشر الأخيرة كرة تلعب ولكن التغطية حاضرة. دائما ما كان يتفوق نادي أم الصال بالرأسية في الكرات العالية. كرة تلعب خطيرة خطيرة طالت 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 على علي علوان في الكرة الماضية. طالت الكرة على علي علوان في الكرة الماضية. كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان في الكرة الماضية. شوف اللي عاد شوف اللي عاد شوف اللي عاد استغلها بالطريقة المناسبة. كان أسرع من خليفة أبو بكر ولكن طالت على علي علوان لتعود الكرة إلى ضربة مرمى. هنا توجيهات وسام رزق. توجيهات وسام رزق مدرب اللي يقدم مجهود رائع جدا وتولى تدريب نادي أم الصلال. الفريق عنده 5 نقاط فقط وكان على بعد نقطة واحدة من المركز الأخير نادي أم الصلال. الآن هو ينافس على المربع. هو قادر على الحصول على مقعد في المربع الذهبي في مربع الكبار بنفس الأسماء بنفس الفريق بنفس لا مو بنفس التكتيك لأنه يمتلك خلطة سرية وسحرية يوسام رزق. للأمانة الموضوع معنوي أكثر مما هو تكتيكي. كرة تلعب تعود إلى رمية التماس. في مدربين يمتلكون هذه القوة في غرفة تبديل الملابس ممكن تشكل إيجابي بطريقة إيجابية كبيرة. أحد المدربين الكبار اللي يمتلكون هذا الأمر هو زين الدين زيدان. زين الدين زيدان يمتلك القوة للتحكم بمعنويات اللاعبين. وسام رزق يمتلك هذه القوة. ممكن تلاقي مدرب قوي تكتيكيا ولكن لا يمتلك هذه الميزة. هذه الميزة موجودة في وسام رزق. كرة بتعود إلى مروان شريف. لذلك ترابط لاعبي نادي أم الصلال قوة حديث مدرب نادي أم الصلال مع اللاعبين. التناغم بين المدرب واللاعبين في غرف تبديل الملابس صعب المأمورية على نادي الشمال. وهشام زاهد اللي يمني النفس أن يحصل على أول 3 نقاط له. كرة بتعود الآن محاولة لصالح نادي الشمال. نعود إلى الخلف إلى خليفة سعد. عبد العزيز متولي. خليفة مرة أخرى في الخلف. جيرمي خليفة يواجه صعوبة يواجه صعوبة نادي الشمال. عودة إلى الخلف مرة أخرى إلى خليفة السعد. كيف السبيل إلى مرمى نادي أم الصلال؟ كيف يصل نادي الشمال إلى مرمى نادي أم الصلال في مباراة اليوم؟ كرة بتلعب الأمام. محاولة الآن علي علوان أحد الأسلحة اللي ممكن يستغلها نادي الشمال. علي علوان محاولة الآن في وسط الميدان لصالح نادي الشمال. ماجد محمد محاولة المرور يحصل على خطأ يحصل على خطأ في الكرة الماضية. حذاري ياسين البخيت يجب أن يكون حذرا لأنه يمتلك بطاقة صفراء. ياسين البخيت كرة بتعود إلى ركلة حرة مباشرة. ركلة حرة مباشرة لصالح نادي الشمال. ركلة حرة مباشرة. ناصر النصر على التنفيذ. أم جيرمي جيرمي نويجر هو الآخر أيضا ولكن ناصر هو اللي سينفذ. لا جديدة هذه جديدة ولكن اصطدت الكرة في أوركوما في الكرة الماضية. تغطية رائعة من عبد الرحمن الرشيدي في الكرة الماضية. عدت الكرة بسلام على نادي أم الصلال لتعود الكرة إلى رمية التماس للفريق الذي يتقدم بهدفين مقابل لا شيء أقل من 5 دقائق
أخيرة متبقية من الوقت الأصلي من عمر شوط المباراة الأول، ونتيجة لا زالت هدفين مقابل لا شيء. الهدف الأول أتى عن طريق أيمن عبد النور، هدف الثاني عن طريق اللاعب أيمن حسين. كرة بتعود الآن، محاولة اللي صالح نادي الشمال، ولكن طالت الكرة اللي تعود الكرة إلى ضربة مرمى. خليفة سعد والتغطية في الكرة الماضية اللي تعود الكرة إلى رمية التماس. وسام حتى وهو فايز إحاتي، وسام حتى وهو منتصر يقدم التعليمات ويوجه، لأن لا شوف المدرب الصاحي، المدرب اللي يبغي الفوز، اللي يبغي التطور، لازم طول المباراة لا يشعر بأريحية، حتى في ظل انتصاره لا يشعر بتلك الأريحية اللي ممكن تؤدي أو تؤثر سلبا على الفريق. إيزيل بربوسا، محاولة ولكن طالت الكرة. عبد الرحمن رشيد يحاول هجمة عكسية الآن خطيرة لصالح نادي الشمال. مساحات موجودة، لأول مرة لصالح نادي الشمال. هدية ولكن لا 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 لا، تغطية دفاعية كانت رائعة في الكرة الماضية من إسماعيل دهقاني. كرة بتلعب بشكل سريع الآن، ممكن أن يعاقب نادي الشمال، ولكن هداها بربوسا، بربوسه في الكرة الماضية. كان أذكى مني بربوسه في الكرة الماضية، متقدم بهدفين، لم يتبقى سوى القليل من الشوط من عمر شوط المباراة الأول، لذلك الركادة زينة، في الدقائق القادمة. كرة بتعود الآن إلى رمية التماس، حتى وسام يشير على أن لم يتبقى إلا القليل من عمر شوط المباراة الأول. ذلك الهدوء أمر مهم جدا في نهاية شوط المباراة الأول. كرة بتلعب، محاولة المرور من عبد الرحمن رشيدي، ولكن رمية التماس لصالح نادي الشمال في الكرة الماضية. يشعر بألم خفيف اللاعب البديل جاسم علي هاشمي، ان شاء الله بسيطة. كرة بتعود إلى عبد العزيز متولي، إلى ناصر، محاولة المرور، لا زال يحافظ على الكرة نادي الشمال، ولكن تغطية حاضرة من أيمن عبد النور في الكرة الماضية. أيمن عبد النور بتغطية رائعة. تعود الكرة إلى ضربة مرمى. نتيجة المباراة لا زالت هدفين مقابل لا شيء. هدف أول أتى عن طريق المدافع كابتن فريق نادي أم الصلال أيمن عبد النور، والهدف الثاني بيسارية رائعة من العراقي أيمن حسين. ليتقدم نادي أم الصلال بهدفين مقابل لا شيء. كرة بتعود من رمية التماس. بربوسا والبحث عن الزميل في الكرة الماضية، ولكن بتعود الكرة إلى الخلف. أوركوما، العودة إلى خليفة أبو بكر. هل نادي أم الصلال قادر على كسر قاعدة أن الشمال لازم يسجل؟ هل نادي أم الصلال قادر على كسر هذه القاعدة في المباريات الأخيرة؟ لأن الشمال لازم يسجل، الشمال في كل مباراة سجل، لذلك بواقعية الأرقام هو الورق أن الشمال راح يقلص الفارق، ولكن سواء في شوط المباراة الأول، في شوط المباراة الثانية، ولكن نادي أم الصلال في الجهة المقابلة يريد أن يكسر هذه القاعدة، يريد شباك نظيفة. ثلاث دقائق إضافية مقدرة من حكم اللقاء على مجريات شوط المباراة الأول، على الأحداث التي حصلت في شوط المباراة الأول. الكرة بتعود لخطأ لصالح نادي الشمال، تلعب بشكل سريع، طالت الكرة على علي علوان في الكرة الماضية اللي تعود الكرة إلى أيمن. أيمن عبد النور بطريقة رائعة،
تغطية في الكرة الماضية، محاولة الضغط على حامل الكرة. حكم المباراة يقول ما في شيء، ما في خطأ لياسين، ما في خطأ لياسين. كرة بتعود إلى علي علوان، ناصر النصر، العودة إلى الخلف. صعب 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 صعب، مهمة صعبة جدا على نادي الشمال، مهمة صعبة جدا على نادي الشمال في 45 دقيقة أولى. شاهدنا الصعوبة، شاهدنا الرغبة الموجودة في نادي الشمال، ولكن صعبة صعبة صعبة. انضباط كبير، انضباط كبير، وكأنهم عساكر، وكأنهم جنود، وكأنهم جنود في أرضية الميدان. يحركهم اللواء وسام رزق في أرضية الميدان على أكمل وجه. انضباط كبير في صفوف نادي أم الصقر. يا السلام على الكرة الماضية، يا السلام على الكرة الماضية، ولكن التغطية حاضرة أيضا، التغطية حاضرة أيضا في الكرة الماضية. عبد الرحمن أبكر هو التغطية في الكرة الماضية لتعود الكرة من جديد. خليفة السعد، تحس نادي الشمال، تشعر بأن نادي الشمال يقاتل لكي يصل، يقاتل لكي يصل فقط، القتال للوصول فقط ليس للتسجيل، بينما تشعر بأريحية وسلاسة عندما يخرج بالكرة نادي أم الصقر من مناطقها. ولكن الهدوء في الدقائق الأخيرة أمر ذكي جدا من لاعبين نادي أم الصقر. نعم، كرة بتعود الآن، محاولة ماجد محمد، البحث عن علي علوان، ولكن طالت الكرة الماضية. كرة بتعود إيزيل إلى أركوما، البحث عن أيمن حسين. الآن أيمن طالت الكرة، لا 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 لا، أيمن حسين في التوقيت المناسب يحافظ على الكرة، ولكن كرة خليفة السعد والتغطية في الكرة الماضية لتعود الكرة إلى رمية التماس. لم يتبقى سوى القليل من الوقت الإضافي المقدر من حكم اللقاء. نتيجة هدفين مقابل لا شيء. إيزيل باربوسا، أركوما، باربوسا مرة أخرى، محاولة المرور. يا السلام على البرازيلي، طالت الكرة الماضية. أبكر، أركوما بالخطأ لتعود الكرة مرة أخرى لصالح نادي الشمال. جيريمي نايجر، ناصر النصر، محاولة المرور. في خطأ على عمر يحيى، في خطأ على عمر يحيى، بطاقة صفراء على عمر، رابع بطاقة صفراء في المباراة وثاني بطاقة صفراء على نادي أم الصقر. رابع بطاقة صفراء في شوط المباراة الأول. اثنين على الشمال، اثنين على أم الصقر. بينما هنا صافرة حكم اللقاء على إنهاء أحداث شوط المباراة الأول بتقدم نادي أم الصقر بهدفين مقابل لا شيء، على أمل أن نشاهد أمر مغاير في شوط المباراة الثاني. سننتظر ربع ساعة وسنعود مرة أخرى، بينما الآن ننتقل بالصوت والصورة للزميل فهد الشمري والكابتن مشعل مبارك. عندكم المايك، ولنعود إن شاء الله في شوط المباراة.